سجلت شركة العربية للطيران أرباحاً صافية قدرها 416 مليون درهم خلال الربع الثالث من هذه السنة، بزيادة نسبتها 99% مقارنة ب 200 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وقالت العربية للطيران أنها قدمت خدماتها لأكثر من 3 ملايين مسافر خلال الفترة ما بين يوليو وسبتمبر للعام الجاري 2022 انطلاقاً من مراكز عملياتها، كما ارتفع معدل إشغال المقاعد أو نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة خلال الربع الثالث إلى 80%.